السلام عليكم بنات، مرحبا بكم. هذا النهار ان شاء الله وصفه جديده وزوينه وسهله. صراحه تشهينا تحليه، شحال هذه ما درنا شي تحليه. وهاد التحليه هذه صراحه سهله، ديال اوريو، كنديرها لوليداتي. صراحه كتجي زوينه وما فيهاش مقادير بزاف، يعني شي حاجه بسيطه كلها تقريبا تقدر تكون في البيوت. عندي هنا كاس الحليب، كاين عندي واحد 60 غرام ديال الشوكولاته هكا اللي عندكم. كتختاروا الاختيار اللي كيبقى ليكم. 60 غرام ديال الشوكولاته هذا غير تزيين. واحد الشاصيه ديال الفاني، وهنايا بودره نتاع الشونتي يعني خنيشه. وعندي هنايا جوج ديال اوريو، كيبقى داكشي اختياري. اوريو كيبقى غادي نطحنو، واللي بقى غادي نزين به. ها نتوما معايا ان شاء الله، وغادي نوريكم كل حاجه بالمراحل ديالها ان شاء الله. هذا الديسير هذا كيجي ساهل وزوين، والدراري كيعجبهم. ما تردوش انه ديروه لوليداتكم، الصراحه كيجي ساهل وبسيط. ها نتوما على بركه الله غنبدا معكم. رجعت معكم بسم الله على بركة الله. غادي ندير داك البودرة ديال الشونتيي، وغادي ندير داك الشاصي ديال الفاني، بنات. طحنت اوريو عندي هنا، طحنت اوريو واحد القبصة تقريبا وشي حاجة طحنت هكا، وخليت باش نزين، يعني خليت شي حبات باش غنزين الكويسات ديالي. وهذا طحنته، وهنا تبعوا معايا وغادي تعرفوا الطريقه كيفاش غادي ندير. صافي غادي نطلع الكريمه ديالي، نزيد عليها داك الكاس الحليب. بسم الله. صافي غادي نطلع الكريمه ديالي حتى تطلع، وعادي نرجع معكم ان شاء الله. نتوما كتشوفوا الكريمه ديالي بعد ما طلعتها، ما بغيتش انني نصدعكم بالباتور. غادي نشد داك اوريو، غادي ندير داك معلقه هكا في القاع ديال الكيسان. كيبقاو الكيسان اللي عجبو شي حاجه يديرها، انا عجبني هذا الشكل هذا. صافي كديري داك المعلقه هكا، كيجي داك الطبقه من التحت، واللي بقى كنزيدو مع الكريمه نتوما. وغادي نزيد واحد شويه ديال الكريم هذا، الحليب المحلى هذا، كيبقى البنات اختياري. يعني ديروا معلقه ولا بغيتوا ديروا غير هكا، ديروا غير هكا. هكا غير بغيت نغنيه انا بهذا، كيعطي واحد المذاق الزوين. تقريبا واحد معلقه ونص درت، ها نتوما كتشوفوا. صافي غادي نخلطوا وغنديروا في داك الجيب الحلواني، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي غادي نخلط هاد الكريمه ديالي مع هاد اوريو، مع هاد كيجي عطيها واحد اللوين غزال. وصراحه واحد الديسير لي زوين وساهل ودغيا كيوجد، يعني ما غاديش تاخدي واحد. صافي غادي نخلط انا هاد الكريمه هكا مزيان، ندخل فيها هاد البودره هاد اوريو، هي باش كتعطيني هاد اللوين هكا في هداك الحبوب الحبيبات. وكاين اللي هي كتقرطيه، يعني ما تطحنيهش، تقرطيه طريفات وديريه. انا درت هنا بودره في الكاس، ودرت شويه هنايا، ها نتوما كتشوفوا. صافي دخلت داك الحليب المركز باش يعطيني داك المذاق الزوين ديال الحليب المركز، ها نتوما. غادي عندي هنايا الجيب الحلواني، غادي نعمر به. ثم غادي نعمرو في هاد الجيب الحلواني. انا قلت لكم ديسير لي ساهل وكيوجد طغية، ودابا غادي ناكلو هكا، يعني بلا ما يحتاج الانسان يدخلو للثلاجة ولا. صافي غادي تصايبيه لوليداتك وتعطيهم. غنكمل انا كنعمر هاد الكريمه كامله هنا. اللي ندير لكم حاجه يعني البسيطه واللي ما فيهاش واحد المصاريف كثيره، وكتاخذوا حويجه زوينه لوليداتكم. صافي ها نتوما معايا ان شاء الله. صافي ها نتوما البنات، كي كتشوفوا كندير هاد الكريمه في الكويسات. بغيت نقادد تخدموا غير بشويه، انا عندي الكويسات هنا كبارين،
هي الصراحة هذه كتمشي في داك الكويسات الصغار. انا غنكمل معاكم ان شاء الله الكويسات كاملين. وهذه في هاد 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 التحليه الصراحه في الحال بارد كتدخلوها للثلاجة كتجي الصراحه يا سلام، غير جربوها وما غاديش تندموا عليها الصراحه. دابا الصراحه الحال اي يا ربي، دابا في الحال بارد يعني غادي نديرها، ما غاديش ندخلها انا للثلاجة، ولكن نتوما في الحال سخون ان شاء الله ديروها لوليداتكم ودخلوها للثلاجة ويا سلام. واحد التحليه شنو نقول لكم، صافي انا غادي نمشيها هكا. دابا عندي داك الشكلاط غادي ندوبو في الميكرو اوند ولا في كاسرونه، داكشي كيبقى اختياري. غادي ندوبو مع واحد شويه الحليب وغادي نرجع ان شاء الله للتزيين الاخير، وغادي تشوفوا كيفاش كيجيو هاد الكويسات، كيجيو الصراحه زوينين. انا عندي هاد الكويسات كبارين، يعني اللي بغى يديرهم في كويسات صغارين يديرهم. صافي غادي نرجع معكم ندوب الميكرو اوند داك الشوكولاط، غنديرو فهاد الزليفه وغنزيد عليه واحد شويه الحليب، غير شويه هكا واحد جوج معالق د الحليب، وغادي ندخلو الميكرو اوند غندوبو. قلت لك واللي بغى يذوبو في سميتو يذوبو في كاسرونه على البوطه يذوبو، كيبقى داك الشيء كل واحد. دوبت الشوكولاط في الميكرو اوند، ها نتوما كتشوفوا دوبتو انا غير في الميكرو اوند، رجعت باش نكمل معكم التحليه ديالي. صافي كندير داك الوجه الفوقاني كندير عليه الشوكولاط كي كتشوفوا، غير هو الكريمه خاصها حيت الكويسات جاوني كباري خاصها يجي على النيشان على الوجه، كتقاديه باش كتزيديه الشوكولاط. انا جربت معكم كنديرو في الكويسين صغيورين، هاد المره درت في هادو معليش كيبقى. المهم هو الشكل ديال الطبقه تيجي باين وصافي. وانا جربت معكم هاد التحليه لان الصراحه تشهينا التحليات هاد فهاد الحال بارد ما بقيناش كنديروه، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد التحليه، وليداتي طلبوها ليا الصراحه وقلت نشاركها معكم وكتجي زوينه، فنتمنى انكم تجربوها. التحليه ديالي غادي نزينها بحبات اوريو باش كتعرفوا بان مخدومه باوريو، انتوما مازال عاد خص هاد الكريمه تشد راسها. كيما معليش انا قلت لكم انا درتها في الحال بارد، انا غير ولادي تشهاوها ليا الصراحه وبغيت نشاركها معكم. كنزيدها البنات هادو كيتباعوا رخاصين عند صحاب الحوانت، كيجيو الصراحه زوينين كتزيني بهم للدراري الديسير ديالهم، كيجيو الصراحه فنين ورخاصين صراحه. كاع هادشي اللي درت لكم فهاد التحليه صراحه رخيص، يعني ما كاينش واحد هاد لي سيجار هادو كيتباعوا واقيلا بدرهم القابصه، واوريو راكم عارفين ثمنه كاملين. صافي وهانتوما كتوجدوا لوليداتكم ديسير على يديكم وشي حاجه سهله وزوينه وبنينه وكتجي زوينه الصراحه. البنات هذا هو الديسير ديالي كي كتشوفوا، كيجي الصراحه زوين، كنتمنى تجربوه. كيجي بهاد الطبقات هكا كي كتشوفوا، داك البودره ديال الاوريو من التحت والكريمه والشوكولاط ومزين هكا بهاد اوريو، ديسير بسيط وزوين كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى انكم تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، واللي ما تابوناش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. انا قلت لكم تشهيت لوليداتي هاد الديسير صراحه طلبوه مني وبغيت نجربو معكم، واخا دابا الحال بارد عليه خصو يدخل هو للثلاجه، لان اصلا هذا خصو يدخل للثلاجه بعدا واحد جوج سوايع ولا ثلاثه، ولكن دابا الحال بارد درتو لهم انا غادي ياكلو هكا يعني بلا ما يدخل للثلاجه، راكم عارفين الحال بارد. كنتمنى انكم تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، واللي ما تابوناش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديال القناه الخواتات. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.